ناشطين اول مره ديما كتقولوا مرتبك، اليوم انا ما مرتبكش. علاش فرحان؟ حيت اليوم كانت المحكمه عادله، واخا طلعت تعيات، اني مريضه، ظروفي الصحيه، الابن ديالي في خطر، غتخطفوا المافيا، شكون اللي خطفوا؟ واقيلا كامل سويديري، شي واحد غيخطف لها الدري. قالت لك المهم، قالت لك راه خايفه وغيخطفوا لها الدري وما تقدرش تتحاكم، حيت قالت لك السيده ما كانتش قادره تتحاكم حيت كنا كنهدوها. السيده كانت كتهدد وكانت كتلقى ما عرفت شكون، ما عرفت شكون خطف شكون، المهم بزاف الحوايج. ولكن القاضي جهز الملف ودخل الملف للنقاش. المهم الملف داز مزيان. اما النقاشات اللي دارت هي، دارت واحد النقاشات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دارت نقاشات ديال الدري صغير. واش عباد الله، واحد السيد، السيده ثانيه في عقد الزواج وبشات عند العدول والكاميرات وثانيه في الكناش ودايره كل شيء وكتم فيه. قالت لك اسيدي انا عمري ما سنيت، اذا ماشي مشكل، انا ما نقدرش ندي التقليد، ما نكذبش، حيت انا كنت معتقل، انا كنت معتقل ياك. وإلا كانت هي كيف ما كتقول هي بان هذاك العقد مزور، دوك العدول خاصنا نمشيو للحبس، اذا العدول نصبوا عليا انا. المهم انا منصوب عليا، ما نقدرش ندي التقليد وما عارفش. هي كتقول لك اودي العقد كانت خاطفها مافيا، قال لك ما عرفتش شكون اللي خطفها، وداروا لها فيديو وداروا لها كاميرا وقالوا لها خاصك تجوجي به بالصحه، خاصك تجوجي تحت تهديد، ماشي مشكل. العقد درناه، قال لك كيف ما قالت هي، العقد درناه بهذا، العقد درناه تحت تهديد، العقد درناه تحت تهديد، والفلوس اللي كانت كتاخذ تحت تهديد، والطوموبيله اللي كانت تتقطع على سولانس وكانت راكبه عليها وكانت كدور بها، و130 زياره اللي كانت كتجي، و130 زياره كانت كتجي للحبس، فهي تحت تهديد. المهم والقضيه ديال السيد عيسى على ديال بانك تدخل بسميت بنت اختك داك في المزورين، بانه على ما اظن، انا ما عرفتش، جات عندي شي مره للسجن قالت لك دخلت بشي ورقه مزوره بانها بنت خويا ولا بنت اختي، انا ما عنديش اختي اصلا، انا خواتاتي ما عنديش، فهمتي، انا ما عنديش خواتاتي، هكا تكذب. هضرتها كلها، قالت لك العقد ما دارتوش، الفلوس ما خداتهمش، قالت لك، قالت لك عندها شهود شي وحده في الداخله، بخير قالت في المغرب هذاك، ماشي قالت في موريتانيا، راه قربت لتماك، ملي قالت لك وحده في الداخله، كنا خاطفه، كانوا خاطفنها، مع شكون اللي كان خاطفها، كانوا خاطفنها، وكانوا كيدوزوا لها التصاور مربوطه، اذا هذه السيده كتبان ليا بان مهما كتقول هذه الهضره، اذا كتبين لنا بان المغرب غاده، المغرب ماشي ما فيهش قانون، المغرب مرجع كيف قلت انا تاع القاضي. قلت له ملي قالت لك هذه السيده بانني راه حنا كانت خاطفها عصابه وتجوجت تحت تهديد، قلت له واش حنا في كاليفورنيا؟ حنا في المغرب، المغرب فيه قانون، فين كاين الشيخ، كاين المقدم، كاين القائد، كاين الباشا، كاين الوالي، كاين العامل، كاين الوزير، كاين البوليس، كاين جدارميه، او هذا الشيء كاع. هي قالت لك هي ست سنين وهي كتعرض للتهديد باش غنقتلوا لها ولدها وغنقتلوا لها باها وغنخطفوها باش نتزوجوا بها، هذا لا يعقل. اما هي اش تقول لك؟ كتقول لك بان الكاغيط، الكاغيط، الكاغيط اللي دارت هي ما مشاتش عند العدول، ولكن الكاغيط منين جابته؟ اذا هذوك العدول راه خاصهم يدوهم للحبس، وهي ثانيه عند العدول بشهاده خطوبه بكل شيء، الوثائق مثبته، زيد من اللي قالت لك لا، عندنا واحد كيف قلت لسعاده القاضي بان هي كتنكر بانها كانت كتعرفني كاع. عندي واحد المحضر فاش راوندات السلاح ديالي فاش تعتقلت انايا، حيت انا ضابط الامور ديالي، نهار اللي تعتقلت عيطت ليها قلت لها سيري وراوندي السلاح ديالي عطيه للدرك الملكي، والدرك الملكي فاش راوند السلاح ديالي داروا واحد المحضر وصيفطوه للمحكمه العسكريه وصيفطوا ذاك السلاح لاكاس، حيت مهما انا تخليت عليه فعلا تعتقلت وبقيت خايف على السلاح ديالي ما خصوش يبقى برا، اذا راه خاصني راوندي لواحد الجهه معينه اللي كتكلف بيا وتقدر تحميني باش ما توقعش لي شي حاجه، يعني انا كاحترم القانون. اما قالت لك هي انتم عارف بقات كتعاود شي خريف شي حجاي ديال 2012. شوف هي حيت الهضره اي واش وثيقه لا كانت مصوبه وفاتت عليها خمس سنين كتاخذ تقادم اصاحبي، وهي كتقول هضره ديال ما هضره ما عرفت منين جابتها، مع ما عرف والله ما عرفتها دخت. اما ملي قالت لي وهي تقول لي سولني سعاده الرئيس قال لي واش كنتي فايت 10 ايام وعشره زوجيه، قلت له اي نهار خرجت من الوطين نهار 19 في شهر جوج، اسمع 19 جوج 2019 باتت معايا في واحد تافيلات، ودخلنا التافيلات من الباب وعطينا لاكارت ديالي ولاكارت ديالها وعقد ديال الزواج، يعني الامر فسحبت واحد الشاك ديالي ديال الحادثه تسير سحباته بواحد الوكاله
وكلاء بانني انا ما ضيعش مكتوبه ان الموقع اسفل ابو اسامه الحامل لبطاقه التعريف طن 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 اوكل زوجتي السيده فلان فلان الحامله لبطاقه التعريف لسحب هذا الشيك وسحبتهم عند النقيب. هاد الاوراق كلهم قالت لك ما دارهمش وقيل ما كانتش شاربه الدواء. انا اللي مشربش الدواء والله ما عرفت شكون. اما ملي قالت العدول عندهم كاميرا وعندهم كلش. اذا انا واحد خصو يمشي للحبس الا كانت هي بصح ما سلاتش يديو العدول للحبس. ها ولكن راه ما تكذبش بلا ما تكذب على شي واحد مات صاحبي. واش تكذب واحد عنده كلش وعنده وثائق وعنده الوثائق كلهم ضدها. الاسئله اللي طرحت الدفاع ديالها اسئله تافهه تافهه. علاش تزوجتي بها؟ باينه تزوجت بها حيت في عندي نيه حسنه. كنت كنبغيها كانت معايا اربع سنين كتب عليا المكتب غنتزوج بها ما يمكنش نضيع بنت الناس. لا شتي علاش تزوجت بها؟ اشنو اخر؟ اسئله. المهم الملف راه تاجل. المهم انا فرحان ما مرتبكش حيت على الاقل بدا شويه كيبان بين الطريق ان شاء الله بدات كتبان الطريق. المهم فاش دخل الملف غنفكوا هذه الحريره ان شاء الله قبل رمضان. وكنشكركم قبل رمضان ديال العام الجاي ماشي ديال العام ان شاء الله حتى بدات مع 60 فوضى. المهم وكنشكركم كاملين وتابعونا نهار 17 نهار 17 السيمانه الجايه ان شاء الله. هاد الشهر سيمانه هاد المره ولا عطيونا غير سيمانه. ديك السيمانه كنا كندبروا على 120 فرانك بال 15 دابا غندبروا على 120 فرانك في السيمانه. ولكن راه شفت الزرع غنبيعوا شي 4 الخنشات باش نجيو مره اخرى ماشي مشكل كونوا هانيين. اما عندي مكالمات مسجلين المكالمه اللي سمعتوا كاملين المغاربه راكم سمعتوها راه وصلت شي 300 الف مشاهده بانها كتقول لي غنشوف فين نخلي الدري وغنجي نبات معك. ودابا قالت لك ما باتتش وكاينه الوطين كلشي عادنا مضبوط. المهم ناشطين بخير قبل ما كنشكروا القضاء كنشكروا بان حتى النيابه العامه تتزوج راه نازي انا نورمالمون نازي حيت هما الملف تجهز لهم واخا الطماطول ديالها واخا مرضات قالت لك حقا حنا جينا مستعدين جينا معنا البصله جينا معنا السوار جينا معنا الكوانجيه القطعه جينا كل شيء. المهم القضاء لان كنت محايد وكنشكروا الله على القضاء وكنشكروا الناس اللي مساندينا كاملين وطلعوا لي فراسكم والسيمانه الجايه حنا معكم. وشكرا يلا. وشكرا لكم حنا متاخر وشكرا يلا. يلا السيمانه الجايه حنا معكم وخليكم فرصه اخرى ان شاء الله يلا. وشكرا